Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مع عمه الهمام قد سافرا للشام في رحلة الصيف التي تكون للتجارة، وفي الطريق أقبلا بالبشر ثم قابلا بحيرة الإمام الراهب الهمام، فعرف النبي لما رأى الصبي هدأت من روعه وذكرت بفضله، والله لا يخزيك والله يجتبيك، تصدق في الكلام مع صلة الأرحام، وتكرم الضيوف وتسعف الملهوف وتكسب المعدوم، فالخوف لن يدوم. فقال يا عشيرتي جميعكم حتى ابنتي لا أغني عنكم، فاعبدوا إلهكم ووحدوا. فسبه أبو لهب لأجل ذلك السبب، تبت يدا أبي لهب سيصل في النار اللهب. نبينا المختار قابله الأنصار بالبشر والسرور والحب والحبور. بعدها فخيبر قد خربت واندحر، وخانت اليهود وضاعت العهود. اليوم أكملت لكم بها تمام دينكم. يسرنا أن نقدم لكم هذا الإصدار الأرجوز السنية في ذكر سيرة أشرف البرية محمد صلى الله عليه وسلم لناظمها الشيخ الأمين موافقي، أداء الأخ عبد الرحمن وادي. المقدمة. يقول راجي الخالق هو الأمين موافقي، حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار. فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة في سيرة المطهر، شفيعنا في المحشر كتبتها لتنشر بين الأنام والورى. فالله ربي أسأل إتمام ما أؤمل. أسماؤه صلى الله عليه وسلم. أسماؤه الشريفة عديدة منيفة، قد جاء في القرآن عن الإله اسمان، أشهرها محمد وجاء أيضا أحمد، وجاء في الصحاح الحاشر والماحي، والعاقب المقفي بما مضى نستكفي. مولده ونسبه صلى الله عليه وسلم. ومولد الرسول وافق عام الفيل في مكة المكرمة في أسرة معظمة، هو ابن عبد الله القرشي ذي الجاه، جده عبد المطلب ذو حسب وذو نسب، آمنة أم النبي وبنت وهب النسب، تكفلت بنشأته من بعد موت والده. رضاعه وحادثة شق الصدر. مرضعه الزكية حليمة السعدية، ترعرع الصبي الطاهر الزكي عند أفاضل العرب في بني سعد ونجب، نبينا رعى الغنم كالأنبياء في الأمم، وبينما وهو صبي في رعيه واللعب إذا هو بالملك، فشق صدره الزكي أخرج منه قلبه بزمزم من طهره، وبعدما نقاه بحكمة حشاه أتى حليمة الخبر من كل طفل قد حضر، وكلهم قد نقلا محمد قد قتلا. وحين عاد أخبرا بما رأى وما جرى، فانزعجت حليمة من هذه العظيمة، وردت الصبية لأمه رضيا. موت أمه وكفالة جده ثم عمه
وراح للمدينة مع أمه أمينة إلى بني النجار أخواله الأخيار أخواله من النسب من أم عبد المطلب. وفي طريق عودته لبيته وبلدته أجهش بالبكاء في قرية الأبواء فاجعة قد باتت إذ أمه قد ماتت وبعدها اليتيم كفله الرحيم. الجد عبد المطلب ذو المجد في أرض العرب وقدر الإله وفاة من رعاه فانتقلت إلى أبي طالب الشهم الأبي كفالة اليتيم نبينا العظيم فضمه لأسرته وجد في رعايته. سفره مع عمه أبي طالب إلى الشام ولقاء بحير الراهب. مع عمه الهمام قد سافرا للشام في رحلة الصيف التي تكون للتجارة. وفي الطريق أقبلا بالبشر ثم قابلا بحيرة الإمام الراهب الهمام فعرف النبي لما رأى الصبي وقال اسمعوني في الحال لا تعصوني لا تدخلوا للشام بسيد الأنام أخشى إذا يرونه بالغدر يقتلونه فرده لبلدته عمه عند خشيته. زواجه من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وبعد أن تكامل شبابه واكتمل تزوج النبي الطاهر النقي خديجة العفيفة المرأة الشريفة لصدقه وعفته وذاك قبل بعثته وأحسن التجارة للحرة المختارة. مشاركته في بناء الكعبة. وبعد خمس ثبتت مع الثلاثين أتت شارك قومه البنا في كعبة وأتمنا بوضع ذاك الحجر الأسود المطهر. بدء البعثة والرسالة. وبعد الأربعين من سنه يقينا نبينا كعادته في الغار مع عبادته إذ جاءه جبريل بأمره يقول يقرأ كما في الخبر الصادق المشتهر. فأخبر بما جرى خديجة المطهرة وما رآه وسمع وكيف خاف وفزع فهدأت من روعه وذكرت به فضله. والله لا يخزيك والله يجتبيك تصدق في الكلام مع صلة الأرحام وتكرم الضيوف وتسعف الملهوف وتكسب المعدوم فالخوف لن يدوم. واصطحبته زوجه لعالم تعرفه هو ابن عمها الولي ورقد ابن نوفل فقال ما الذي ترى يا ابن أخي وما جرى حدثني بالأخبار وما جرى في الغار. فحين قص ما جرى قال له وأخبرا ذاك الملاك المرسل لموسى كان ينزل يا ليتني أدركك إذ يخرجوك قومك. قال أمخرجيا من بلدة الزكية قال فإن من أتى بمثلها هذا يا فتى فإنه قد أوذي في دينه وعوديا. أول من أسلم. أول من آمن به زوجته مع صاحبه وزيد الولي علي الصبي بلال الرقيق أعتقه الصديق. وثلة قد بشروا بجنة وأخبروا في دعوة سرية ولم تكن جهرية. انذاره عشيرته صلى الله عليه وسلم. وبعدها قد أمرا لقومه أن ينذرا فاجتمعوا على الصفا واستمعوا للمصطفى فقال يا عشيرتي جميعكم حتى ابنتي لا أغني عنكم فاعبدوا إلهكم ووحدوا. فسبه أبو لهب لأجل ذلك السبب تبت يدا أبي لهب سيصل في النار اللهب. اضطهاد كفار مكة
والهجرة إلى الحبشة. وأهل مكة كذبوا نبيهم وعذبوا قوما ضعافا أسلموا لكنهم لم يسلموا فهاجروا للحبشة من بعد أن تفاحشا عذابهم وازدادا والله قد أرادا عند النجاشي سكنوا بلاده وأمنوا. إسلام عمر وحمزة وانشقاق القمر والحصار في الشعب. وبعد إسلام عمر وحمزة أتى الظفر إذ أصبحوا أعزة مع عمر وحمزة وبعدها انشق القمر فقالوا سحر مستمر وحاولوا مرارا أن يقتلوا المختارا وأعلنوا العداء لمن أبى الولاء وحاصروا النبي الطاهر الرضيا مع قومه في الشعب في شدة وكربي لمدة وانتقضى عهدهم وقوضا وفيهما تعمه وبعده زوجته. نشر الدعوة وحادثة الإسراء وبيعة الأنصار. نبينا تنقلا بين الورى كي ينقلا في الناس ما قد أمرا بنشره بين الورى حتى أتى ثقيفا فكذبوا الشريفا وجاء جن أسلموا لربهم وسلموا وبعدها قد أسريا به فلاق الأنبيا ثم عروجا للسماء وربه قد كلما ثم الصلاة افترضت في اليوم خمس ثبتت وبعد ذاك انتقلا إلى منى وقابلا وفدا من الأنصار لبيعة المختار لينصر النبي في طيبة الأبية. الهجرة إلى المدينة. فجاء أمر الهجرة لكل من ذي قدرة واستأخر الصديق المشفق الرفيق لصحبة المختار في سائر الأسفار تصاحبا في الهجرة ليعلي الله قدره نبينا المختار قابله الأنصار بالبشر والسرور والحب والحبور. أعماله في المدينة. أول شيء قد فعل نبينا لما وصل بناؤه قباء فأحكم البناء ثم بناء مسجد خير الورى محمد منزله في الطرف بالحجرات تعرف وآخى بين إخوة مهاجرين صفوة وإخوة أنصار صحابة أخيار وبعدها قد دخل بعائشة المفضلة وعاهد اليهود واستوثق العهود فرض الصيام قد أتى مع الزكاة يا فتى ثم الأذان شرعا والخمر أيضا منعا تحولوا للقبلة أعني تجاه الكعبة بقية الأحكام في سائر الأعوام. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. زوجاته 11 فيما رووه واشتهر خديجة فسودة عائشة فحفصة وزينب ورملة ميمونة صفية وهند أما التالية زوجته جويرية بنت خزيمة زينب وبنت جحش زينب. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. أولاده 7 بناته 4 فزينب في الأول وأم كلثوم تلي رقية وبعدها فاطمة ختامها أما الذكور إنهم فقاسم أولهم وعبد الله الطاهر مع إبراهيم أذكر قد مات في حياته فاطمة من بعده. أشهر غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم.
غزواته فيما ذكر وما رووه واشتهر غزوة بدر وانتصر فيها النبي وانكسر جيش لأهل مكة في رمضان دكة وبعدها الجيش انهزم في أحد وما سلم جل الرماة نزلوا وأمره ما امتثلوا فكانت الهزيمة شديدة أليمة أتت بنو النضير بالعمل الحقير وهموا بالغدر كما عن قومهم قد علما نبينا أجلاهم للشام قد نفاهم وبعدها الأحزاب في سعيهم قد خابوا وأبصروا المدينة بخندق حصينة وجيشهم تراجعا بالريح والرعب معا قد نقضت قريظة عهودها العريضة إذ حالفوا الأحزاب وجانبوا الصواب فقتلوا لغدرهم وخبثهم ومكرهم وبعدها الحديبية فكان صلحا قاضيا بنوده قد شهرت وبالعهود سطرت وبعدها فخيبر قد خربت واندحروا وخانت اليهود وضاعت العهود وبعدها في مكة فتح عظيم أثبتا أبيح للمختار وقتا من النهار وجاء جيش الله يذل كل لاه وفي حنين قد ظفر جيش النبي وانتصر والنصر جاء بعدما أوشك أن ينهزما آخرها فأثبتي غزوة جيش العسرة إلى تبوك سارا يطهر الديارا حجة الوداع وبعدها الوداع في حجة تذاع أحداثها قد شهرت وفي الحديث ذكرت اليوم أكملت لكم بها تمام دينكم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في عامه الحادي عشر في يومه الثاني عشر وفي ربيع الأول وفاة خير الرسل أظلمت المدينة وأصبحت حزينة وقد بكى الجميع وانهالت الدموع لفقد ذاك الهادي من شرف النوادي وبعدما قد كفنا نبينا قد دفنا في حجرة الصدق الصديقة عائشة الشفيقة وبويع الصديق الرجل الرفيق إذ كان أولى الأمة لمنصب أتمه الخاتمة وتم ما نظمت في شأن من أحببت المصطفى خير البشر محمد الشهم الأغر أرجو من الله العلي غفران كل الزلل ورؤية الرحيم ووجهه العظيم وصحبة النبي الطاهر الزكي يا رب صلي أبدا على النبي أحمد وآله وصحبه وتابعين هديه ما غرد الحمام وسبح الأنام الأرجوز السنية في ذكر سيرة أشرف البرية محمد صلى الله عليه وسلم